بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عاشر كان واكي بقول طمن يكوبات بقول طمن يكوبات وعن كسو جري آداب السفر سعودالك يا سفر كآدابتي أخلاق ده روح مسلم كرقن كاللغة بعيني هاي يا مسافر كأ. باب ما يقول إذا ركب دابة للسفر وحبابي هاي روح وحو أرن لها إذا ركب دابة مرقو قاديد كره للسفر سعودال درتي. قال الله تبارك وتعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. إلهي وحيدين سخر أما إذين يلي من الفلك الدومها يمراكيب تحق يضائي والأنعام حولها ما تركبون وحد قاديد ستان الكرتان لتستووا على ظهوره رب او ابو ريه ما يدن كسخرين دبر كذا كسقناتن دبر كذا كرتان. ثم تذكروا نعمه ربكم كدمنا حسوستان اما اد حسستان ربي النعمه دي غلدو يدين غلي اذا استويتم عليه مركا ظهرك دوشيسا كسقناتن يا دبر كو غاديدك اه او تقول ولبا اتدادان سبحان الذي سخر لنا هذا الهي غوحان نزان عيب كهفن نو سخري حيوان كان اسغا اما مركب كاني مركب محاوي يهدوسا هو في عاني بيد دقن أوسن اللي حتى صعون مهاي نفك النول الدكاء ود بدن الجاهد ككدي جيسنا سخيرات ربي آيات كوه قامين يسوي هاي كوجي هاي. وما كنا له مقرنين مقرنين كوا أود أي مطيقين كوا أود أما ترقي كره ما هاي نتوس رب النور سخير الهين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون أنا قونا حق ربي جايو أيان أقدومينا أنقاين مركان قيريون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبي قحوة إذا استوى مركو كأكاد على بعير رتقيس إياش مركا أوساري قائد كوا خارجا أصوى أبحى إلى سفر سعودال كبر ثلاثا صدح جربو الله أكبر أورنجري مركو نفكا دبر كيس نبي كفر استوى كورو انتو سنقاقين كهر صدح الجير بورنجر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم قال كذب حورنجري سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سيدا سمرك النبي أورنجري إلهي النو سخر النف كان أسقى رتوين وهيين أمر لبي تمنجر معودين تعليك توصوران تاي يا إلمير إسكهو قامنا يا هوين إبا كريسة نينا انتبر دور اللهين با قادي الثانية وسخرات ربي وهي. وما كنا له للظهر والدابه مقرنين كوا او ذا مدرقي كرمانا هاينة ربي نو سخر سخر لهي. وانا الى ربنا لمنقلبون حق ربك انا اقدم دون اخر هذا سفر بان هاي قريها قصون غندون هادي الى هين نبدي له سفر كاخرنا ربي بلا مدون دون وهي. اللهم انا نسالك الله وحنك ويديسين نبي ورنجر في سفرنا هذا سعودال كان اسغا انو كجرو البر سما نكويدي سنينا والتقوى لك عبسي بر يا تقوى اسكمت هدي مت كود الله شيغو هدي لكن ما لغو ذا شيغو ويكلم عن الدوين سيد مسكين يا فقير ربي اله كالي برغو وربيتانك يا وناك كوحم بارا هي فعل الخيرات شيغو وناك سينات سمايسو شيغو كوحم بارا اي ايمانا يا وناك يا دين شعيلا ايا بر ليلى وصم الليلى اما التقوى وشيء كوحن بارية عذاب كوحكاء يعني لا ينتك فقاته شيء والبول قبق أيه أو مصيبة أيه لبي عذابه إن أتكعب سطو تكباق سطو شيء كوحن بارية أيه تقوى اللي هذا وإسك إلالي دبات الله إسك إلالي برغنا وفلت ثم الله سميه ساس أكل الدويه. ومن العمل عمل كحقي سوحان كويدي سنينا إله وحان كويدي في هذا البر إن فعل الخيرات إن وناق يسمى السمينه والتقوى حمهنا أنك دورسنه. ومن العمل عمل كحقي سوحان كويدي سنة ما ترضى وحق رالي كتاين لن مادنه. اللهم هون علينا سفرنا هذا اللهم نوفو ذي سفر كايغان أنو كتشره وطوي اللهم ضوب عنا أنك بعده فقاشيسا نقضو بعده فقاشيسا إله المسافة يباحت للك نوصو ضوب ونو قابي. اللهم أنت الصاحب أنت الصاحب في السفر إله أديق للشرعة سعودالك يا سفر قديه سأدار روح على صاحب الله سعود بالحفظ والنصرة والإرشاد والهداية وهي. اللهم أنت الصاحب في السفر سفرك هذا وحلق الروح بن آدم كوغبا هي وهل يا قرب قل يا تاكل يا قعان يا قرب قباشو
إله مرك أذان كم إنسان نوي وصاحبنا له نلا الصعودة والخليفة أحد كالغوص والضافين هو أذيك في الأهل ريركي الله ريركي يا أهلك يا محستي يا بايله أذان كاغس والتقي أنيك أنا أضع إلى الصعودة كم إنسان هياوي اللهم إني أعوذ بك الله وحنكام قلي من وعطاء السفر سفر كشدة ديسة يدب كيسي دباتي سيهرات كيسة وكآبة المنظر هي إل نحدد يوحى ويان إل وحي دبستان كام كآبة وحزن هي تراني مرق من المركز يكتاد كان حيسو أما مركز لغو إن لغان نحو لبض وين نغان كرتا إن أهل كي رير كي مركز ديب أغن نغضو أون كو إل نقو أن كودون دبست قاب كيهين أما أنوك لغان نحو لغد دي قاب كان هاي بان الله كام غالي وكآبة المنظر موقال مرقتي بان كام غالي أما أنو موقال هن موقال كي غان نغضو أما أهل كي رير كي موقال كي سان نغضو وحان كلو كام غالي وسوء المنقلب قدون حني الله بشحنة وكام غالي في المال حوله والأهل رير كبا حوله لغا قدن بي وإبر لغا دي وفرق يبلايا قشيطة كنو قطنا هذا وسوء المنقلب رير كي اسبدلو وانا كو اغيد وحمان اغو تكتي ضاعت كو اغيد معصيات اغو تكتي برواقية بشوشية تناد إيوه كبع بات كوغيد مركز النقصان يخسر أقول تكتي وسوء المنقلب وي وإذا رجع مرك النبي قول لابتنا وصعد لك كسر لابتنا وقول ينقون إينا قال هن وأرنشري دعوين كأطمرته اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى إلى آخره وزاد فيهن مركز النبي النبي النقون يحكو درجة دعوين كاس آيبون جمع آيب آيبون كوالا بنايان هاي صون نقون أي قافلون راجعون إلى بلادهم وأوطانهم تائبون إلى أطوبت كينا يقول بنايا عابدون رب قد عابدية حامد لربنا رب قدنا أمها النقي رواه مسلم لربنا مرك عابدون ولغو تعالجن كرا حامدون ولغو تعالجن لكن مرك حامدون بواناكسن أيضا إن لغو تعالجيو أيا وناكس الساس إن صوت هذا سرع عين أيا نفاس الأقليين عابدون إلى ربنا أن تقول حيسة آيبونك والله أبطيب أنه الله أصول الله أبطي صعدا لي السفر أهان الصور نقضي تائبونك وطوبتك ينو حميه كطوبتك ينبع النهي عابدونك وإلهي كليك عابدو بأنهي حامدون لربنا ربي قد كم هنقي على كل حال رواه مسلم سيدا سؤران تري دعوين كامرك وآدابتي روح مصافر كمسلم كا هدو قاذيك كوري يهدو النقون يهدو صعدبا إن أسدا يالو معنى مقرنين مطيقين وهي مطيقين كوا أو ذمانا أهين أما مانا أود لهين هدان ربي النوص خيرين والوعثاء بفتح الواو إسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد هي الشدة وعثاء مركض حركين سنة وحال آخر يسا وو واد كرد بيسا عين كان واد ريب عن دبع دلاهين ثان واد آخر يصدع دبع عود له وانا مدى يسا واد جيد يسا وهي شدة واد دباتضة صفر كوي والكآبة بالمدى أيضا لمده وهي تغير النفس نفتو إسبد شو دورسون كدوي من حزن ونحوي والبهاري وحي اللمدى أي إسلبد شو والمنقلبنا المرجع واللابد النقض وي وعن عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا يوحى إذا سافر مركو الصعود عليه دقاقه يتعوذ وحو إلهي كما قال جرى من وعثاء السفر سفر كلبكي سيد باتديسة وكآبة المنقلب نقشحن وكما قال جرى أما تيرانيضا أما والبهار والنقشد والبهار كذا يا والحور دب النقشو بعد الكون لما يستر كذب بعد الكون بايد يقرن او نون او انا الروايه صحيحه والحور حور كوا وحوا النقش حار ورجع والحور يدب النقش الى كان مغنغل بعد الكون انت بحسم لما يستر ما كذب انت مركه طاعيه وناد اد كسفيسنيد ان معصيه الله باتو انت خير وناك شقيس لوغا دب النقش يا الله كان مغان غلي ودعوه المظلوم نين لدلمي هباركين الله وكان مغان غلي معايا نينك لدلمي هباركيس وان كان كافرا والله اقبله وسوء المنظر مقال فلح اما لا دبسنا وكان مغان غلي في الاهل والمال اهل كي هرر يحوله انت دبان اوغو تغو رواه مسلم
هكذا هو في صحيح مسلم سداسا مسلم كتا الله نسخ سبضنا عتيقة الحور بعد الكون بالنون لا أخريه. وكذا رواه الترمذي والنسائي سدا سنة الترمذي جامع زين النسائي سنن كسكو ورشان. قال الترمذي وحول مركو كهالله ويروى وعلى ورش الكور ولا وريا بالراء أعوذ بك من الحور بعد الكور. وكلاهما بالراء وكلاهما له وجه لبضب وجب إليه حق اللغة هي حق الرواية ذبا الكور هي الكون واسكم مع دويهين الكور أسلكيس وشيء الله ضوبه من كور العمامة إذا لفها واعتم بها مقد شيء ماذا حقده بالتأيا كور كالليل هذا سماه ويا قانان يقولها مركا يسيف عن أقم بيستان ومصر كهب لوي كورتي كلين واف واف عربي ولا بسماليهم مركا وحي للضوبة كورشة اللي إذا ما كور كل إذا أنت ما بلوش هذا معناه عن قرية إله وحن كان من قلي دب النقش يهو صدع بعد ما أن ما يستر مي مركا أن إسقاطي أن إسحم بارتي وحل بأن بحيي أن جنجمي إن قري النقدون دب النقدون رد أروي دب قاو يا الله كان من قلي. قال العلماء وحيدا ومعناه بالنون والراء جميعا هذه راء الاخرية هذه النون الاخرية معنوح النقونية الرجوع لا بشر لغا النقضة من الاستقامة التوسنان أو الزيادة أما كرر يبولال لغا النقضة إلى النقص إسلمد يدب النقش اللون النقضة. قالوا وحيدا والرواية الرائي رواية الراء أنا مأخذت وحالغا سوديكتي من تكوير العمامة عمامة الحراء والضوبة وهو اللفها وأيضا الضوبة وجمع على أورشه. ورواية النون من الكون رواية النون كان كون بلغك يعني مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر كان وهذا يكون كونا أهاشو شيء مرك الهلا ودقيق وصغناده أي كون كالليل هذا مرك بعد ما أن تابق لي أن هنقى حق الديمد حق إيمان حق وحبرشو حق الدنيا أن بلالي يا خرب الله ودبها يعل النووي إن ترين نو الضموي. وعن علي بن ربيعة قال شهدت علي بن أبي طالب أيان كقيب رضي الله تعالى عنه أتي سوى اللوكياني بدابة قادي ليركبها إنه كردرت فلما وضع رجله لقتي سمركو علي ساري في الركاب كوره لقفوا لي قاديدك قال علي وحوري بسم الله إلهي مقعي سعوس كذي فلما استوى على ظهرها ضبر كذي مركو قدوا لينا وحويري قال وحوري الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال وحوري الحمد لله ثلاث مرات صدح جرب إلهي كحمدي. ثم قال وحوري علي الله أكبر ثلاث مرات صدح قرب إلهي كحمدي. ثم قال وحوري سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك إنت أذكار مركو ليمد يحور سبحانك الله وعلى عيب كهفا ينقصان إني ظلمت نفسي نفطي ذبا دلمي فاغفر لي ألو إضاف إنه لا يغفر الذنوب ذنوب تم دافو إلا أنت أذكا موية دنبي ألو ألو أظن بعد دافة هذا مكلا مرد فكره رسول مرد دافو ملك مرد دافو مخلوق كلا مرد دافو إلهي بعد دافة. ثم ضحك مركاسو قصلي علي وموسى فقيل وحال ليلي يا أمير المؤمن وحلق خليفك أهاي من أي شيء ضحكت محاتك قصة شيء وحلق قصة لهم ماشي مي قال لي أذكاري خير بالله تبدي عمل وناكسن تقديس بالله تبدي التكبير محاجرة. قال وحول رأيت النبي نبي الله بانك صلى الله عليه وسلم فعل أسوق السمي حق أذكارتي يدعوينك كما فعلت سيد أن يلي. ثم ضحك مركا موسى فقلت وحاد سادي ويديسين وكالي يا رسول الله إيه رسولك إله يو من أي شيء ضحكت محاتك قصو شوكا قص لي. قال سبحانه وحجره إن ربك تعالى ربك سري يعجب وحبك أما الله يابا من عبده دونك سوء أبك أو شعليستا أما أو ليابا إذا قال مركو يجاهده اغفر لي ذنوبي دنبك الله إيداف ذنوبتي إذا الله إيداف يعلم أدونك أوجه عقيدها أنه لا يغفر الذنوب غيري ذنوب تأنس دافن أحدا عليك كأهي. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي بعض النسخ نسخ قاركود وحاكوشيرا حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود لفظ أنه شيئين وأورده أبو داود أوريي مركا نبي محمد عليه الصلاة والسلام حقوق صلي
إلهي سبحانه وتعالى حريستيسا إيا فضيسا إيا تعيلكو تعيلي أما والله يابيو أدون كيسو إنو أصول لابطو أو مركو يدا إلهي يدن بالداف ربي سدو تعيلي إلهي فضي إيا كرامضة إيا نحريستا إيا ديغدو أفنى أضومها إلهي توبت كينا يو نبي قصلي علينا وحكو قصلي اتباعا لمحمد ولسنته صلى الله عليه وسلم بكو قصلي ونبي يكود ديانا يا فلكيزي نبي قاب كاسو قصلي علينا قاب كاسو قصلي مركب منشو حاكو شيرا صفة العجب وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى وصفات كفعل جاء تتعلق بمشيئة الله وقدرته عند أهل السنة والجماعة مركب رضا لغفة صفة الرضا ويكد وانتي صفة العجب مركز سيدا أنبا قد المرض أسوغا إيسا ربك وأبوغا والليابا بقيدة هتتكود الرضا أدو الضوء خلط لأنه صفة الرضا ويكد وانتهي صفة العجب فرق بين العجب والعجب عجب هو صفة نقص إلهي وكان زاني أما العجب وصفة كمال في حق الله سبحانه وتعالى أما إنه صفة العجب نقص بإنه طيب ما كان لغفيري سببك حق السببك طيب إلهي سبحانه وتعالى أدون كان ضعف جيسة يتقدر ديسة يا قوان قاب نديسة يا هذا نسد أدى ذالي ربنا أجعل لي هاي يربي لي يا بيا أسوق أقو حول با لكن إنه هذا آدمنا هاي لي يا بكينو يقص لي سني أقوان درو شين أنك أن نكور قبين وأن نفلين أيين أركينا ولذلك وحال مركزا يا بينا أما كاغينا فجعينا مركا أشقرارينا أصمالي فرب ذنبها تشري إيش قراركم نزول الله يبقى وما هين واتاي صدرت العرب وحيدة هذان إذا عرف السبب بطل العجب سببك وحن كيني هدي اللي أقاذو يابك مشوا وكبحا هيا إذن ودعا في عنو يدعوينك الله حفظي بسم الله كدبنا إله اللي وحمديو كدبنا إلهي الله وينو الله تكبير صدق دعاء الآخرية رقى النبي محمد يا صحابه ويا لقود إذا الله سمي باب تكبير المسافر إذا سعد الثنايا وشبهها وحبابها تكبير المسافر سعد إنك مسافر كأنه إلهي وينو تكبير صدق وحبان كبود إذا سعد الثنايا مركو كريمة فولها ملكوين كي يشيرها مركو كبحا يكريمة كبحا يوشبها وحي لم يدل على وفوليو يتاغغ يوحي لها المال يو تسبيحي انه سبحان الله يستعطون كمسلم كمسافر كا اذا هبط الاوديه تمركو كهوبتو وادياشي يتوغغ يلاغها يو نحو وحي لم يفرقها يا فردامها يا وبيغ وحي لها المال يو نهي ريبد لا اسك ريباي عين المبالغه ان لو خيل رد اد لو دواقو برفع الصوت عودك كر وقاديس دعوين كان اخرنا زياد الله زومري ان اد اد ودواد لما اوغلو بالتكبير ونحوه تكبير توح لها الماء إن كر لو قادوا إلا إسكلا جيدوا نفت إلا إسكلا جيدوا إن الله جعلي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا وحانو هدانو صحابنا إذا صعدنا هدانو دلعاد يتاك آنو كرنو كبرنا وانو تكبير سنجري هذا جرنجروين كما كاتفو ليسو قريها جرنجروين كودا أيا الله مدى إلهي والا وين إياه شيء وين مركض أرقت بور أطفو ليسو إيه قري دير إيه تاك إيه على ذا إلهي بالوينية الله كو أبوري الله كاوين ويوحطي مجره أما اللواتن متر نقو أما عرك الصوت أبو أما الناطحات الصحاب نقو إلهي بالحسوس نيسا تكبيرت معناها سيلي ذاي وإذا نزلنا مركان هو سودا دقننا صبحنا ربي بان نزيه جري مركان ملكا كدار دعينو أما هيلا كدار دعينو أما ملقود صبحنا سبحان الله بان أورن جري الله وضع عيبكوه فنوي هوس إيه الليدنان إيه هو صدع بيمشو كتو سيسا إله بات كان زيسا هو ستا إيه هو صبحا كرنا ألا كاوين وي لبضا معنى في عمبا كجرة تقديس إيه تعظيم وضا صعدوه مركات هوس سبحان الله إليه إله بات هفتي أدنى الزهدي أد حمي عيب وردن بك إلى لسو كرد ورطي عرب كذا أصو حقيقا بك دوران مركات كر هذا يسأل لدوين نساء لبضا معنى كوي رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه نبي يعيد مديسه وحياها إذا علوا الثنايا جمع ثنية مركي ميل سرى كران كرين كران بور يشير كرهيان
كبروا الله وينين جيرين وإذا هبطوا هذي هوبتان ميل كد دغهيان ملك كودا دعهيان اما جيرك هوبنيان سبحوا إلهي بي نزيه جيرين سبحان الله بيرن جيرين رواه ابو داود بإسناد صحيح. وعنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل أي إذا رجع نبي هذا كسر الله بتو من الحج حج أو العمرة عمره كلما أوفى على ثنية كلما أوفى مر والبؤ كره أوفى اطلع أو ارتفع أو صعدوي صعد عفوا كلما أوفى مر والبؤ كره على ثنية تاج يد العاد يبور أمكر يجير أو فتفد أم بلد العضو كابد كبر ثلاثا صدح جرب الله أكبر أرنجري مر والبون نبي أميل سري أما شير أما ملكو وكبح يكر أصعده الله أكبر بأرنجري أو فتفد أما كذن بور يد العضي يميل تاغنوي. ثم قال مركز أرنجري بعد تكبير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دعا ولا يقانا إن بضنا وينصوص مري آيبون تائبون عابدون ساجد لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده متفق عليه. آيبون تائبون عابدون هذا النسوم ساجدون إله بن سجود وتخصيص بعد تعميم عبادة كعام سجود سجود ونوع يفرد كمذا عبادة ربي حامدون لربنا ربك أن وقم هذين صدق الله وعده إله با يبوه سكر كدب خلافا للمنافقين ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا بايغو يلاهدن نبي محمد ام حولي يا اصحاب ديسي صدق الله وعده الهي يبوه سي بلنقات كيسي وكدبيي ونصر عبده ادون كيس الله واوهي لي نبي محمد وهزم الاحزاب كاشمبورتي اصبهايسي احزاب تؤردنا الله تبي وحده كلي متفق عليه. وفي روايه لمسلم اذا قفل من الجيوش مركو النبي كسر الله أبطو عيدا ما بحي أوسوغوتي أو السرايا أما لقمرودي عيدا قاضاء أو الحج حج أو العمر أي سيدا أورنجري المهم سفر والبؤ النبي أبحو مركو كسر الله أبطو سيدا سورنجري وي حتى هدو سوغوتي مركو رحلة كسر النقضو ساس أورنجري قوله سحابكم أوفى حوي معنى هيدو أي ارتفع مركو كر نقضو ملد العضا أما تاغا أما قدم بورا أو كرو. وقوله فتفد إن هو بفتح الفاءين بينهما دال مهملة ساكنة وآخره دال أخرى وهو الغليظ المرتفع من الأرض فتفد كسوما لبدا فاب وذكرنا بيساب كوري وحان أود حيث لبدا فؤوت دال عن دبع لهين ريبا فتفد سوما ديل كوروي وقال الله دال كوري وآخره آخر الكلمة وحا كتشرة دال أخرى دال لبدا كتشرة ودودا بيا مرك كل بيع صوك عرابك مشو كي يعلم بو حركة يا حركين يا وهو فتفتكم يا رب تعقل لقاءان الغليظ ومشك كان المرتفع سر الرئيسو من الارض لوكا ميدا واتاك اما ضلعت اما كابوت مكون نبي وكروك عليه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله رسولك اله يو اني اريد ان اسافر فاوصني نبي الله ان صعدا له اما ان سفران دون ياي ايدر دارا قال صبنو وحيدي عليك بتقوى الله الله اسك إلالن يا الله كيابد يا الله اسك دورد اغو اغو هوشا يا ربنا اسك دورتو وحقوق عروضة ثميس اسك إلال والتكبير على كل شرف اي على كل مرتفع ان الله اكبر تراضو ميل والبوك سري مركات كريس تاج يا ضلعض يو ترانشرو يا ملكو ميل سريس مركات كريس ان الهي وين سو الله اكبر ترى والتكبير عقو وعليك بالتكبير وي الله اكبر ان ترى لازم على كل شرف ميل والبو سري مكه كريس. فلما ولى الرجل نيكي مركو اسمه تشيري اي او لابتي دقاقي قال سبحانه وحيولي اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر وقدم الدعي عزاز روح مركو كل هذا هوش اي سمين تضوش يكتو هذا دعاك كذب جي وحبي يا الغمضه بشبه dhaqanki soomaalida ama dad kamid ama rekonfureedku ruux murku dhaqaaqo biye ka daba shubaan mararka qaarkood yacni looma baaro duco ka daba geeyo biye meesha ma yaallaan allahumma utwi lahu albucda allow fogaashaha u duubo jidka u sakhiro wadada u gaabi وهون أفوذي عليه على المسافر على الرجل السفر سعدالك رواه الترمذي وقال حديث حسن.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي في سفر سعدال بن نبي قال سعني فكنا وحان أهين إذا أشرفنا مركب نكره على واد تك هللنا وكبرنا أشرف أشرف أصل كيدو حين طايمك آت قران ستد كدواتا ليلة أشرف على شيء إذا قرب ودنا منه كنا وحان إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا مركان وادي كدوانه أون تقنميل توغا ننك كدار دعها ينا واتس بحسدا ننك انتوغ وادي يتوغ كدار كفو لها ينا واتكبير سدا ننك كدار دعها يو سبحان الله استعان دو عفوا مركو كبح ينا واتكبير سدا هذه صحابي موضى سعودان والاك الورية تكبير يتسبيح أيا إصداف إيسا هللنا وان توحيتن جري الله لا اله الا الله وان اورن جري وكبرنا وان تكبير سن جري وارتفعت اصواتنا عود كيغا ديران جري او دواقانو بخي جري فقال النبي نبي وحنا يري يا ايها الناس ددو مسلمين اي صحابي اربعوا على انفسكم نفتنا ودمريا اترى نفتنا اترى فانكم اذنكم لا تدعون مبر يسان اصم الله دغلا ولا غائبا امام مقون اركينو دوغي الإله إذن كم مقان مبر يسان ومطوق يسان أحدا إذن مقل إن مطوق يسان الله إذن مقل هي سميعة أو بصيرة أو أقرب من حبل الوريد أياد بر يسان ترتيب كاتسدا نفتنا ودمرية إنه معكم إله وإذن لجرى وغائب معه ما مقن حق دقل أنت صوما يا مقل أنت إنه سميع قريب ومقل بدن إذن لو متفق عليه اربعوا بفتح الباء الموحدة أي وحاوي أرفقوا بأنفسكم نفتنا أدمريوي أترى ترتيب مسلك لشدين صحابة هدي وعين توحيد كعرق قطلة وتكبير تعرق قطلة نوحول ترتيب سم صاوادة ونحن هذا الدعاء يستو إلهي أبريا باب استحباب الدعاء في السفر هذا صعدال تأينا الدعاء يستو إلا تعليه محايا لي مسافر الدعاء يستو الله أقبله حليها وأنا ضع دعوينك إن لا أقبله دعاء والود ذاله سفر كنا مصاف كنا وحنا وياي إن إلى هاي ودعاءك أقبله صاف كنا وحوي علوم وحيد هذين حل وكستا أما حالض والبا وقف كآدمها وإلى هاي سديبه مالي كلام أمي عسينا يكسر حرمان وحل وقده وياي أنا ويا دعاء لك أقبل مكان مسافر تاي إن دمريق لا تاي طلب ذا المهي سيتد والعبساني ضد كوردن بعد كعبسان واسدو دوبي مشى مالو قوعون ما كنا بدجلي إلهي كلي جي بعد بريسا ما أنتو دهوصة إلهي ويبد بادي طلب مشى معاكس وبيح دهنا سين قن دهنا جديدكو بريم حاض لك كلمي ودناها كقراع معي مشى بن آدم كل إحنا نجر ونه بودو بقول له واتم بقراع هاي حل جا مرك آدم هو ضعيف إلهي أو سافي جري عبسدا يسو دي بدا يتوكلك الى دعاء وكا اقبلا سفركم مركز ساسو ونقضي ان دعاء الله اقبل انا ونقضي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات صدح بريو يدعو مستجابات والله اقبلا والله يلا لا شك فيهن اي في اجابتهن الا اقبلها شككم اجر النبي عليه الصلاه والسلام دعوه المظلوم مثل الظلمي هباركي ودع مال مدعوي روح للظلمي هباركي وكو اصيبيا اما صودا اما صودك دقي ودعوة المسافر متك مسافر دعادي سوكو دعيو مسافر انت ولا قد دعيتها دي ودعوة الوالد والد دعادي على ولده هباره ودعوة الوالد والد هباركي على ولدي المس هباره رواه داود والترمذي وقال حديث حسن وليس في رواية أبي داود كمجرته على ولده وحقوق ابن الكلية ودعوة الوالد دعوة الوالد لو قابسته لو هذا معنى يكون غنيسا له وعليه له وعليه والدك دعالي سؤ والدك سؤ أما هبارك سؤ هبار الله بدو والله أقبل يا بكوس والله بس تكوله أي مركا الله بأفلد يكون غنيسا مركا هدي لكن الوقيدة ودعوة الوالد على ولده هباركي يدل أقبلي وحليت هاي دعادي ودعينا يينا والله ومن باب التنبيه بالأدنى على الأعلى وي
say dooni han noqotay saddexda waa la aqbalaa, saddexdaa basamee ducooyin badan baa la aqbalaa. Ilaa Suyuuط uu kitaab gooni ah ka qoray, kitaab gooni uu ka qoray aad iyo aad u weyn. Marka ducooyin fara baa la aqbalaa, waa dhow baynu soo barray xataa in ninka saa'imka ducaysa la aqbalayo oo la aqbalayo boqorka caadilka ah, dad badan baynu soo marray. marka madluumka iska ilaaliyo ducadiisa iyo habaarkiisa. maxalu shaahidku waa dacwatu lmusaafir, ruuxa musaafirka baryadiisii baa la yidhi, dacwadiisii laka wa calayka labaduba waa lagu aqbalaya. hadduu kuu duceeyana waa lagu aqbali, hadduu ku habaarana waa la aqbali oo dulanto, idan ducadiisi waa la idlaaqo. wa dacwatu lmusaafiri, ama uu habaaro ama asagu wuxu duceeyo ama asagu u ducaysto ama ishabaaro, halis wey. baabu maa yadcuu bihi baabu maa yadcuu bihi idaa khaafa naasan aw gayrahum, wuxuu baab yahay dad musaafirta haddii kaleba haddaad cabsi dareento iyo culays oo dad ka baqdo waxaad ku ducaysan lahayd ood aad ama ka cabsato ama injinka aad ka cabsato ama dugaag baad ka cabsato. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما نبي قد قال كعب صدو كان إذا خاف قوما معير خوفك وغريزة بشرية ومن طبع البشر عيب معها عيب معها إن العب صدو خوفك طبيعي أسباب تي سلي معها وح عيب أنبيانا عيبك معها رسولك معها مخلوقنا عيبك معها إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى نبي هارون يا موسى وكيله هذيل فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وطبع بشري غريزة روحا عبسين أما أن دنقرين أما أن نحين بن آدم ما ومحي بهلوي فأنتم بوشا إلى الطائف. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما إن لحدها فيها خلطه oo iyadu waxbaba jirin baa aad ka cararto, laakiin khawfka abiiciga ee asbaabtiisi muuqato ee wax lagu cabsada loo istusay cidna looma haysto. ragguna markaa waxay isku dhaamaan mar hadduu khawfku jiray cabsidu asbaabteedii ay bannaanka taal, waxaa la isku dhaamaa aadamo dhan waa cabsadaaye sidii cabsida loo agaasimi lahaa. fulay waa maxay? waa nin cabsidiisa agaasimi waayey. intaan wey geesina muxuu yahay? waa in cabsiisa agaasimay uu nimaan baqaynin ma jiro, maamulka baa laisku dhaafi keliya. tayib waa loo kaa dhashaade. kaana idaa khaafa qowma, nabigu qaliya ka cabsado wuxuu aha qaala kiida allahuma inaa najcaluka fi nuxuurim, allow adaan dhuunta kugu dhignay nimanka aanu ka baqaynay nagu soo aadan. allahuma inaa najcaluka, allow waxaanu ku yeelaynaa fi nuxuurim dhuuntooda, ilaahu dhuunta u gal oo bir ku noqo oo nimankaa soo dhaqaaqi waayeen nin dhuunta loogaadam isagaa nafsanay. wa nacuudu bika min shuruurihim, sharkooda iyo dhibkooda allow kaa magangalay. rawahu abu daawud wanasaai biisnadin saxiix, sidaasuu nabigu ku ducaysan jiray. lagu ducaysto ha la xifdo ducada, wixii aad ka cabsataba ku sii daa, bahalka iyo dugaagga iyo dameeraha iyo wax walba ku dhiba, gaalada, kuwa daalimiinta islaamka sheegta, ducada daldal oo ilaahay cusko. باب ما يقول إذا نزل منزلا هذا ميل كفرته دكتو أما هوتيل دكتو أما أدو رمية برنام فريزته ويحد كدو عايزان لاي. عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي قال إلى بان مقلي من نزل منزلا ننك ميل دقة قري دقة بوس دقة شباد دقة حرج حرج دقة ثم قال جدا هذا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أعوذ وحن مغان قالون عسكذي بكلمات الله إلهي ويريه سي الكلمات كيسي التامات لما يسكتر الكلمات الكونية هي صفات إلهي سبحانه وتعالى وهي كن فيكون بكو كا إلهي كلمات بحكم مامور الكلمات القدرية تاموي تصريفك يا تدبيرك كلمينك يا كل سيهين ايا لو جيدا قل يا حبيبي ما هو كلماتك قرانك الا واصفه من صفات الله الذاتيه مرك اصل كذا لا ايجي من شر ما خلق وين ما يسترنت هذه كلمات كون ايهين يا هذه كلمات شرع ايهين با وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا
واي دمايسترينهين انغا وادين يا كلمه هدا مخلوقنا وا ناقصه قاصره حقي ما اوفيسو ما دمايسترو جهل لي باكه الري علمه وا حادث فناء جهل باكه دمبين دون الا وحي الهي كسوريبا انبياء ملائك مويه من شر ما خلق وحو ابوري شركي سان كمنقل من شر ما خلق وحل ابورته شركي وحنا ورنا هذا الله مامله ضد الدنيا يدواق بإله با مامله مقادير ربي بيكو سعودان الله قال لحن كرامه كوسو لحن كرا كلمات كإله دميس كتيران بان مغنقل محان كمغنقل من شر ما خلق الرب الله إله وحو ابوري شركي سان كمنقل ساهد الروح دون كايد هذا هبينك اوه الرئيسات هوتيل كدكتو هذا انت كدو عايزته او شام بلوت شيفته سالغو طابن معي لم يضره شيء شيء مرئب وحكو دبا متشر نكر في سياقي النفي حتى يرتحل الى وكغوره من منزله ذلك بوس كاسغات كغورتو مركا ان با لغا يابا ان هولا كلو كو سو فكدا ابو عبد الله القرطبي عفوا ابو العباس القرطبي في صحيح مسلم قاعد شرح يعيري حديث كان مال كان مقلي الى ما انت لحدن تضبات جرعي لحدن جرعي ولغي ما هل ما بركمه تغين ميل ان دغين لا يغما قين تن اخرناي هل هبين ان مغالده مهديه الاورنج الان جوغي مروكو مس الجزائر بي كوتالاي مش عبيدين تا كسو بلوده هبين ان بريي ايا هن قال الله بلاي اي قينيب مركز ان سيحان واي دي بانو فكري شو دك دعاد با الوبي دعادي ايا الوبي هل كابين با دب لا كلمي هبين كان دعادي بان او غنبيي الشيطان يا بلاي دافس دعاد مرك حفظي او كدعايستا وعين كو خولنتاي صدح شيء أضو الضلدل هي أيها لغاية بين إبر لغادي معاجرة وحالك هذا السيف بضاربه لا بحده صدح شيء باللوبة هي دعاء مركي كو أنفع يسيء كو شقين يسو وإن صدح لغاه يلو هب وإن له يلو هب كون وإن له الروح وحكو فن لها يكود تعلم لها هوب كون ميل قبطه وان لو دفتو او بر ان لا هورغين هدادو مرقوين بال سيف اسك غويسو او بر يا دغخ دي اولا تكتو مخوي تريس يدا تشاچابيس ميشو وين الدعاء قمانيسو بعد الى وحن كان مان قال ان انا دمنين مزعونيسا الى وحن كبر يا هيا ان انا ولي نفتي قادين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أو مت أفهم الخالدون أبدا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أبدا وحالغا النقاش مكو قالوا مزواتكو إسلامي إلا وحانكو الدون كان كوارو متكو قالوا بيسا مسوى الدعاء لقا قبيل مالوسكو هيابا ومحان إذا برقى لقو قالوا بيا حلو تكذيب كجرا إلهي با شيء القرآن كيسا شيء نوور رمي ورد مي سرم با يالا في كتاب ربك وسنة نبيك كنا لوارين مركي وحورن بات بينو صماء دعاء إيريسا قرا في با كتب كتاب كقر دعوي لو قالوا إله وحا إيه سماء لو قالوا بكتاب لنا قرآن وي أقريا إسكا إلالي إذن دعاء وإني ماشي دعاء وإن قلب يقيني إيمان لك صوب بحضه أنت من إسلفان ساسا لدوني أديك كريو عم مصعوني أضو تجابلة وان مل البر مري هنديا مري تركيا مري مل بل إيجي بل هذا القرآن بل يقول ضياء يقول ضياء يقول ضياء سعر ما يساد متجابة باشو نبي قال شيء بل عاوة فيري بل ما أهوش يقين إيماني يقين وأنا دعوه وأخرضه ماشي لهنا عبدكتو رواه مسلم بحديث كوري حديث ابي هريره ام قرات كاي حديث خوله وفي صحيح مسلم خوله وحيد حديث ابي هريره وحوها نبا النبي يمد عليه الصلاه والسلام مركز النبي الله ما لقيت من عقرب لقد لدغتني البارحه الله من نبي الله محان حالي لحو يا حنون كلا كل مي هنقر الله يقنيني أما هران يدب قلعه وحاجنا هذا فقال النبي حكوية أضوء صحابه أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك
nabiga u sheegay wuxuu nabiga allah xaalay wixii ugu dhacay bahal dib qalooca oo balaaya abeysa la galeena oo kii qorofyaha iyo dhagaxyaha hoosla ka soo bixi jiray madooba ayaa isayday hurdaan ladi waaye xalay indha isma keeni nabi allow maxaan laxawyana xanuun xay la kulmay iyo kaar nabigu wuxuu yihi adugu gabalku markuu kuu dhacay casarkii haddaad ducada akhrin lahayd inkarla kuma qaniineen marka xadiidka qowl waxaa u maqnay taka xadiidkii fi saxiix muslim ee min xadiid abi hurayra ee idin sheega hadda عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل رسول كلا يحوءها مركو صعدا له فأقبل الليل هبين كنا سوقا بلا قرحة ودعاه وهبين صوفه السار قال وحول رنجري هبين وعليس بدني هاي سفر نوات هاي عرلنا وعرب بدنت هاي يا أرض رلو رلك الله الله هي لو أدوني إلهي بام مامر الله ضوبي كرا والله كلا وضيا بيها لقبال الأورن سودة بالأورن يا أرض ابلعي ماءك إذن أمر بيك الصعوطة قرح ذا أمرا إركا أمرا وحول بأضموه يا أرض دولو ربي وربك الله بقر كيغي وبقر كاذو والله ما ملاهيغي ما ملاهذو والله عدك رأينا ما مشمجرتو أعوذ بالله إلهي وحان كما قال من شرك من شرك شركة كما قال يعني وحان من شر ما فيك وي هذا الشرك هذا حليس هذا كليك هذا همرة هذا فيلقنك يجيد هذا لقى حالي ترون ترون هذا إيه الصنع حمد هذا روكا إلا أنك لعرحون للتركيزي وذ ميل بذكو حكي من بأوذ ألرش كقادي ميل هو ميل صن شرك هذا كامان قال وشر ما فيك من الهوام والدواب وحوال بعد يكون نحشو شركنا وكامان قال وشر ما خلق فيك وحلو ودحبون شرك سوا كامان قال هو وحيوا حمارت روكا نحقله وشر ما يدب عليك لبا لوغولها وشر ما يدب عليك اي ما يمشي عليك دوشا وحا كسوده حمارته اما حيوان لوغله با كان ما انغلي واعوذ بك بك الله وحا كان ما انغلي من شر اسد واسود ولبد ادريت بن ادم وحو كعبسده مك دوغاغ يا هلق عجز ليناد لبد اوغو خصب النبي وشي شيغي من شر اسد لباح بال قرضالة الله يبعم تعمحن تطلع تينو هبين كوك كوب صدق وكوك فريست وسي وذات كري بيدبات إيه ألد إن كويل بصعون إزاد هل سوي بال قال إزودك فلا سجي متعاوي وأعوذ بك الله وحكام من قال من شر أسد اللي بحشر كي بكام من قال وأسود أبيس أبرس تلبس أسود كوا أبيس نوع وحن أنت يسون تكبرت كبرت يمدو باته مركو رواية عط كذب حقوق عصوص بيالتا وحيو اكاتا عرضا يو اكاتا وبرون بين نقطة كذب مركي من اي سنت ذو اسجاردو ويصدن صنيع فتن سنة اي جاردو اي ذا دنبا مدو بانيس مدى اي ذا واكو توحيد كل قولة جارد ماهي لا بدا صنع بو كمان قلي من شر اسد لباح شركي ايو واسود ابي سدلاح وهذا هو نحن نوفى سير كتابك النوع آخره صدح وضبا كتابك يا آخره إنتان عزوزته وحيدي جيرين وأبرسي تلبس بيدي جيرين وحمدو بيكربان موقت تلبس بان أمدو وحيوانا إيا مصع وضع ركتين مثل أبرس كم دوبا تلبس كم بان مدوبا ومعاكس كون نوعي بدن يهاي باسوك كل ما يشو تشوكو بيعك هذا لكن أبرس كن عبيه تلبس كواه الله شماه هذه لقاك قرسي واتكك عبادين لكن أبرس كو محاكو قيني أب نفطة كابح بيده مقع عدو ما يسترين بي نفطة كابح نمو أبرس قنيني مقع عيسى مرد ما يسترين الصومالي وما رقع عدو قنيني بالكاسي نعبي روكو قلا وقشنكو قلي ووحما حتى ووتين بنا يعيد دج الحسن المهم نبي وحول إله اللباح يوحان كام من قلي حلقة كيسة أدران وما الحية مصصبا كاغ مغنقلي والعقرب أبيسا كام عفوا هنقرلان كام مغنقلي ومن ساكن البلد رول كذلك الدقنبا كام مغنقلي ساكن البلد ولو حيدا هو جنك جنو بلا يدا ملها دقن ماركز غضو تبوين كي دقن ينو ماشا فريسة دقن سأدن قولي هم أول قيادة معالجين تو عيدا مركز مال فريسانيس حال إلى صرف العمار بالله سمعي صرف العمار dadka meesha degan eedan arkaynin ya horta meesha laga dhaqaajiya iyaga meesha laga kaxeeyaa markaas la dagaa dadan ka kaxeeyni sidoo dagaysa waxa laga yaabaa inaad ka fariisato nin dulshii aad ku fariisato dhakada kaga fariisato
oo caruur dhex fadhiisato, hadhowna adiga ay kor kuu raacaan oo caruurta ku saydaan oo haweenka kaa galaan, ilaa reer baa reer dul dhigtay. Intadan geedaha guran xerada aadan degin, waa laabudu min qiyaame min tasriif alcumaar. Maxaa lagu tasriifiyaa? Iska faa'iidaysta saddex aayad kursi baa la akhriyaa. Goobtaad degayso saddex aayad kursi baa lagu wareejiyaa. Curifa dalika bitajriba. Aayad kursi inay shaydaan iyo jinka adag tahayna binnas. In marka lagu akhriyaa ciidanku meeshuu ka xayanayna bitajriba. Mar haddaad keentaanna isu celiya faa'iidaday. Inta wada fahanteen bay ila tahay saddex aayad kursi ilaa toddoba la akhriyaa. Haday aad jaanaysay 11 gaadhsi saddexaad tiro saddex toddoba sagaal 11 afarta. Idan way wanaagsan tahay. Nabigu soo madhin jinkii Madiina joogay iska eebiyey isdhaafiya intaydan u gacan qaadin si idin dirin baalku musiibe waxaad arkiinoo ku weerarahay tabar baa loo haya. Wamin saakin ilbaladi goobta weeye baladkan aan ibidan ku furtay dadka degan baa loo kaa magan galay. Wamin waalidin wamaa walada oday iyo wuxuu dhalay baan kaa magan galay. Odayga iyo wuxuu dhalay waa ibliis iyo caruurtii baa la yiri. Waalidin waa ibliis wamaa waladana shayaadintii jin weeye. Min waalid wa walad wa bin aadam abuna aadam ubadkiisi wey laj ayuu washar bay leeyihin. Inta iskaga ilaa la istaado casarkii degahayo aadama tukanay oo markaa saxata kugu fadhiisay oo ku mirahaya bin aadam isagaa shariya ma shariyare inta buu ku diidi mayse dhimma laha. Rawu daud abu daud baa xadii ka wariyay wal aswadu ashakhsu wa mudutushi humaga wa la yiraahdaa kur aswadku waxa madow ama bahal ha noqdo ama bini aadam ha noqdo ama cidood ha noqdo wixii madow il qabata allow kaa maagan galay wey aswadku sidaas baa lagu fasiraa. Qoyaan waxay dhahen maya waa abeesada abeesada madow ee sunta la madoobaatay wey. Qaal khaaabi wuxuu yihi abu sulaymaan xamd wasaakin ilbalad waxaa weeye hum ljinu aladiina hum sukaanu lardi waa jinka dhulka degan ee arlaayga buuxiyey ina wanaga badan yahay wuxuu قال وحوري والبلد من أرضنا ما كان مأوى الحيوان. البلد من الأرض وحوي ما كان مأوى الحيوان حيوانكم يشكوه إذا أولى المضاع البلد من الأرض الليل هذا وإن لم يكن فيه بناء اسمك لسنان ومنازل قريان يسكوه لينه. قال وحوري ويحتمل وحاصر رجلا أن المراد إنه بالوالد إبليس وما ولد الشياطين أباقوسي مشقول إن دعاء حفظيه ودعاء قيوب غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعاء عيسى. باب استحبال تعجيل المسافر الرجوع الى اهله اذا قضى حاجته. وباب هاي الا جعلي هاي مسافر كونه ددجيو الرجوع الى اهله. لا بشر او لا بني ريركس او لا بني انه دقصده اذا قضى حاجته ودنتي سكتو. دنبا لو سفرتي دنتي واضا ميستي. هبا شالين هفا شفاتونين تشوشي دربا نقوي. أهل بل كسو تكتي مسؤوليات باكو يالا ضدك هذا كسو تكتي وضناه فرتكو هايان محايدين سو ييري محالة سو شيغي وذلك محكوب بها خامي حبدا باتشرة دربان نقوي ولك ده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر سعضالكو قطعة قبل ويوم من العذاب عذابك كمدة وقيب عذابك كمدة. أبو المعالي الجويني يمرك أبيه دنتي أبو محمد الجوين مركو أنت حلقة دي سيبو فريست سوى أن مركا أن دأويني شيخ أنا عالمة وتحديدك يقى أنه فقيه وأصولي أو حقدي أو مصيبو أبيه أبيه وكا أقوم بنفنون تمك الله في ريو ويلكو وكا وربطنا دق لكن دق أقوم بنا دق وصاحب وجه جوين أبو المعاين صاحب وجه معها sida raajixa mutaakhiriin dadama waxay iska xisaabsadeen waxba iguma fadhiya aniga atbaacdiisa ah waxaa la yidhi su-aasha u horreysay imanku xalqadii soo fadhiistay inuu yeedhiyey fiqigii bilaabo oo yaa la yidhi su-aal adaa oday rugcada booskiisa soo fadhiistay lima kaana asafaru qicata min alcadaab muxuu safarku u noqday ama looga dhigay قبل قيب عذابك كم ذا بحول لأن فيه مفارقة الأحباب جابته أدب اللي يقول بقدي وصل الله حريق حول السفر كحورنا قطعة من العذاب وحاقصه كانوا كجرا ضد استعلبة إسكوايا
ninka dhaqaa caruurta ilmada duugi, haweenidii baa ka xun, hooyaa ka xun, aabba foorarsani, dhaqaaqaasi aad baa looga xunya. Mufaaraqatu alaxbaab baa ku jira. Soo noqodkaadana waa ballamashxaradii ilaalaas baa ka dhici. Idan waa intaa la maqan yahayna waxa weeye wadnaha farta lagu haya, maxaa soo yeedhi waalidku si fiican u seexan maayo, ruux walbo ku jecel waa galmagalmaysanaya. السفر سعدال كسيدي سبا قطعة قيب وما العذاب مشقة كمدة وقيب مشقة كمدة عذاب كل جد ودباتو وقيب دباتو كمدة أبو صعيد كورا ما يسترن طاي ودا آمن قصف راي أساق أبو عليس سفر وابو عليس نبي الله بمحاجة يمنع أحدكم متكين وحؤدي ذي سفركو سفركو متكين وحؤدي ذي طعام وراشين كيس راشين في العلم ميسد وشراب عبتانكي والنوم هرددي هرد في عنه لي ميسد هذا بعض يسد عطيفة إذا قضى أحدكم نهمته متكين هذا صور لما يستو قضى أوجته أول ما يستو نهمته دنتي سي مراد كيس نهمته ومراد كي يقصد كي دنت الله حاجة دوي من سفر سعدال كيس أو حاجة فليتعجل عفوا فليعجل إلى أهلي رير كيس أودك دقو أودك دقو والله بشهد هاد تشيو متفق عليه حديثك عائشة يا أم خاتي حديث كان إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجر دار قدني بيه قبا وريب بسند صحيح نوحي الوحكة الإسكدائي هذا حجدان أما عمريستان ومتكين حجك عمر ذا أورنا ما يستو سيدك دقها أصفره وريركسها كلها بطو ساسا كو أجر وكو أجر بغان قوليه هنا مكة عمر إستان عمر وقت دير إستان هي أما حج كوقت دير إستان وحكى فيه عن نينك سوق جاب صدا نبقى هنا وش يبي نينك وقت جا سوق جاب شيء سدر بقى أصل لابتا نقص عي عيال كي عروتي يرجع مسؤوليات كوصل لابتا يا كفي عن فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجره نينك لكن حلو وحكى دم بيوسن جرين أنتوا دون هم قناضو على قال الله يا نين أهل أصل قنايا أول السوق هاي إن أسوق نفتي السوق هاي مش وجو دون حتى قصة قبل السوق هاي صوم أسوق هاي السوق أما مكان السوق السوق أما نيروب هاي السوق مية تاس لفان وركو واز نواني جاهل كتة قال الله قال الله نهمة وحوي مقصوده بلوش هذا مراد كي واتقانان باب استحباب القدوم على أهل نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة صوم مرة ما ينكروا كتاب السفر وحباب استحباب القدوم على أهله نهارا إن لا تشعل هاي غير كادب مكة تقصون قريصو إن ما لني مقرار افتين تقرح السجود دعاتي ما ضو استحباب القدوم سو قريد إن لو سو قريد لا تشعل هاي على أهل غير كيسي نهارا مقرار نمو يا وكراهتي كراهة القدوم سو قريد إن لا نعبيه ولا تشعل شرعا في الليل هبين نمينا صوق قريصو لغير حاجة باهلة آن ينظر ركو قصب هذا مركا داد برنامج كور اسك جوقتا ده كنا بدغلينا ان ادرا كو سو عررتا و سو غلي كرتا لكن مركي حالته اي عادي تاي حلي افتين لهم بالله ما دا او قرع سو جيدو عن جابر رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اطال احدكم مسكين هطو ديريو الغيبه مقنان شه سفركو ودا ديرادو غيبته وقينك لوس دغو واحد تي حنت ايد اما الغيبه ومقناشي فلا يطرقن اهله ليلا فلا يطرقن يوسن كسو غورين اهله ريركيس ليل هبينمو ان بلا دد مقنايد ان دير دد مقنايد هبينمر غورغا دها ايبانن لكن هذا وحير مقنايد او لفيلي ان هبين سو غلي كرتو ما لما ايمان كرتو دم لها كم مقطع حديثك اذا اطال احدكم الغيبه مركان إن نبرا مقناتو أهل كيرركو حسكيك تلقل إياه إن يؤغانا إيانا ما كور هلها إيان حلقا دي إماريس لكن هذا ساقو قرب حضو بريب إسلامان تناسون قطب اللوغي هاي وظمهر بكسو أدو إياها بإنمو مركا عليس ملا لأنه والغو توق هاي والغو ور هاي والغو فيل هاي والغو سوق هاي لأنه واض بحلين العاوة بصورة الموال لوغا مركا دي ملا هاوي لكن هذا إن بدان مقناي ولا في لينا هبينا إيمان كرتو ضرارنا إيمان كرتو حلي قد إيماننا أن لقوا ورقبين هبين ما هسكو إيماننا ويهدان دبشرين وفي رواية
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أمته وحكره أن يطرق الرجل نكون إنه قصو قري وسؤال باب قراعه أهل وريركس لله بإنما متفق عليه طرق ومن الطرق قورها وحلقة كان من الطرق وهو الدق وقراعه إنها بإنما صعب محبضا إنه ميل قراعه جين قد قراعي الباب قراعي قو 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 وحبو كوينا إياه وحي مركة وحكوينا وطارق وحي السعودية حيها بإنما قورينا وطارق حتى حدك طارق بالي هذا وحي قوريا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك له وحوى الله يطرق أهله أهل كيسا كان قصوا الباب قراع ليلها بينهم أما أن قصوا قورينها بينهم أيها صوبنا وكان يأتيهم رير كيسا نبي وحوى من جلده صفره غدوة أرورنمو أو عشية قلبنمو عصر دير ظهر إنه نبي يمادنا وادعي ترتي إن صروا يمادنا وادعي ترتي هبين ما إيمان ترين متفقون عليه. الطرق وحوى المجيء في الليل طرق وإنها بين من لا يمادو أما أطلسوا قوريو نصر نقيا نصدم ونقيا أبا إلا ظلو الديدي لبع إلا نبي وشيغي وإلا إلا ما دروا شيغان وكل بضع إلا وحي نقوم حكم شرع والقوع لي بعلتين ويجوز تعيل الحكم الواحد بعلتين وعلل نبي قمت وحوش يا غي قوربها الله ينتو إيها بين نمدو لسوق لي وحكينا يا خطر بكي هاي دومرك يا هوانكي دومرك إني ديار قروبان ورقو دو ديار قروبان وولا له ديتك إمانا ديار قروبان وإستياريان علانتان تميها قاجستان إسخرحيان أرق لغفر حد ياريان بيجعليين كطلع مفعنا قبن ما ماها وركيا وركا هلا هايو تلفوننا جري سو هذا اسك سو اردري سو غوري ما من بالو دو ويري غوري غوري يا كو وايست غوري ان شي ادب لو ويديه ما غوري لو ديده سا افهم هاوش غبدو ني ديار غرودا لا ربا تاسي وا مسالو ميدكالي هدد هبي نيما سو غورويسو وحان كو فرحدين ريك كلا كونتا لا يبا ما غوري اوو تيبا دبا هاوشا جوجي مرك استرادا كوجيرتا نيه سميدا كوجيرا توكل الله با كوجيرا سومال ماي دين حاس غاده يو لوقتاده وهاي دين توكل الله با لوو ودا هبي نيم هادات غورينايسو لوقتو اسكا ديغون هما ما بيسد كو استاغي ما بول باد كو دخي واد كا ديغون واد كا سوتو ما فيل جيم با كو استاغي لوقتاده هبي نيم غود عورا ما لوو دغا با دهر توكل الله هوين هذا ما لوو قبا توكل الله لما دبا غلغلو تطبقت قدود قدود بلايا كاكا صبيحي صادرت حديث ضعف كجرا وحاكوي من مركو النبي يقول هاوين نمي ينضمر كاللقو قورين انو معلمها اللو تقوي عدب الله انو هادي حل قام بانكو آدنا يمد ينكرو انتي هرب حيايين بي هاوين نمر دي المدين نوال بإسلام دي سيبون انو يقول تقوي معد كفايد هذا اسخريب سوما تهوين كشريع دوا الله قاتا هذا اقول نقم هيا ديك لو ايدي لبضع إلو هي حديث شيئين إيه كرنا ودعي كرنا باب ما يقول إذا رجع وإذا رأى بلده عفوا وباب ما يقول إذا رجع وحال أوران الله يدمرك الله بطه وإذا رأى بلدته مقال هذا هذه مكان إنها باب قصص وحديه لي أدو سعوتي في حديث ابن عمر السابق حديث ابن عمر ينصور صور مر النبي كتشري صور مري في باب التكبير للمسافر إذا صعد الثنايا باب كي كساب سنة مصافق إنه تكبير صدوا الله أكبر يلا مركو ملها دل عضها يسر سر كري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أقبلنا مع النبي نبي قال لسه قدوني ونصفر كلاس ونقني حتى إذا كنا بظهر المدينة مدينة دولات كذا مركا نمر إنه قال نبي قحوي نبي قال لسه عنه صفر لسه قدون الله صلى الله عليه وسلم مكان ضبر مدينة يعني دولات كذا كرم مر إنه قال قحوي آيبون كوس والله بطيبة من هاي تائبون رب النقضي عابدون إله يسلي بي لربنا حامدون الله نقوم هذه فلم يزل يقول ذلك إنه أنت نبي كل العلم موسى كزور حتى قدمنا المدينة إلى مدينة سوق الله دولتك من المكوي من نبي ماله أقارك يا دولتك من الله يميت من نبي دعاء صوب الله إلى سوق الله بدعاء سنة دعاء آخرني رواه مسلم.
باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. وبابي هاي إن لجعل استحباب ابتداء القادم نينك سفر كسو قالي إنه كب اللعب إن لجعلها بالمسجد مساعدك مركز سفر كاتما دو قريها هذا يريرها هذا انت ذا انتقين يحفزك هذا بيتك إلهي كب اللو الذي مسجد كاسو في جواري درس كي سكويال لنعي سكويال يو صلاتي فيه مسجد كاسو إن لقلت كذا سنتي ركعتين لو ركعة وأنك هبين لو تومر إني بيتك إلهي سلانتيسا يا كوه الرئيسة آدمها هي مخلوقة سلانتو هذا بيتك إلهي سلانتيسا سلانتو مسجد كنوا محي لبا ركعة. عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر رسولك لو عامكم الصحضار يا سفر كسو قالوا بدأ بالمسجد مسجد كنبي كب الله بجري فركع فيه ركعتين لو ركع عوض بكل ركوع جري كنت كن جري. متفق عليه. باب تحريم سفر المرأة وحدها إلا أن نصوم الرؤيا وحوي بيتك إلهي وحاد إمان يسوى محي مركز مقالات تماده قريات إمان يسا قريو قريو هاد أتمت يتصوغش قريو أقيم بضان إلهي أقوش عليك يوي ومسجدك بيتك إلهي أقوش عليك أخير بضان بات كب الله بيسا سيدا سيأي هولها كالي خير كوغو نقدار بداية خير وي بيتك أقو خير بضان بات ثلان كب الله وي واتكتو كتي كو حقر وكو بركو بيان والبداية تدل على النهاية. طب الحمد لله حرق وكب الله بيزوم الله يجاهدان عربنا سيدا سيدا هذان سيدا سوي وتقديم حق الله على حقوق الناس. هنا هو شنو حوي بيوت بات كل سلامي بيتك الهي ملائكته جوكته بقعة خير من الدنيا اي سنجرين كب الله ويسلانت. باب تحريم السفر للمرأة وحدها ضد كان مركا سلانت وكب الله بروح على كوتش عشاي أما هذا هو كوكوش علبة كب الله بس سداس وي عروت هذا كب الله هذه حاسس كذي عروت هذا دقيين عروت هذا كب الله بس أيها الصوص سلامش كدي بده هواين كذا ودم بينس وديك سور ده هي هواين كذا وصل كذا قال ونا هالما عروت يوم كعمن عروح عم بدون وي خطر وي عروت نبي يقول سداس وي جمك السفر كسوق قالوا مسجدك كب الله يقول حجن تري فاطمة بنت محمد. باب تحريم السفر المرأة وحدها وحباب يا هو يريد إني كل جد صعدة شيء إني حاران تاعي كل جد إني صعدة شيء سفرته إني حاران تاعي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة هو يوم بنان تؤمن بالله واليوم الآخر آخري على الرميزي هو آخري على الرميزن يوم بنان تسافر أن تسافر إن سفرت مسيرة يوم وليلة هبين يمان إن لا صعده إلا مع ذي محرم عليا وما بنان هويني علي آخر الرميسي إن صعده شو سفرته مال لي هبين إن لا صعده إلا مع ذي محرم عليا أيضا ولت رموين قف أن جيان كذا أهي قف أن جيان نن أن جيان كذا أهي ولا الكيد ويل كيدي نن كيدي يوح لها البالة أبهد أوجد مدى حبر أطاي مدى يد أطاي مدى أي أطاي. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي إنه مقى النبي محمد بن الشيخ صحابي يقول أصقوله لا يخلون رجل بامرأة نن يوسن لقوا نقول إن هويني كأجنبية وقيان كيساء يوسن قوني يميل عضاء يقول عضاء وان احد نجوغين سو سو خيرن وي الا ومعها انه لجرم هوين اذا سي ذو محرم ميدان غيان كده اهي من حرمه كول دشهده او ان غورسن كرين على التأبيد تاسي وا خلودي ان الا ببسين شرط ما حتى هدي رق بدين هوين كليته وا اسكو ميد رق طمن ام لباتن ام سودنا يا هل هوين وا خلو ان غوري ودا غلان الباب خدان خلو وي أنا عندنا تشوغن لكن عكس بين قونا يسا هذا دمر كبدانيه دمر كدي بدانيه وشان يا فريو صدحيه ننكون أو كلية يدو خلوا ما عند أهل العلم وكل الدوني ما هي الهوان كاني سكوس تقبطان نكا حيي لما هي لو كان بقي ما هي
لكن طبعاً مضح كوسكوسون الرقعة قبل كلي جيت هين هاي ولا تسافر المرة تهوينين أيسا سفر إلا مع ذي محرم نينا نقايان كذا هين وصلنا لسعونين سفر فقال رجل باوحوري يا رسول نينك أسك حافظ حوري مقعيسا ما أقان هويني ديسنا مقعيسا ما أقان سفر كقول لك يسي حج كان قرن ما يبور قل يا اسكت هنا وحش الشيخ لكن حافظ كبر كسين اقول ده واحد الصحابه كبر مسلمات وصحابيه ذا يولد صحابيه وي فقال الرجل بحور يا رسول ارسلك الى يو ان امراتي هوين يديدي حاسكي خرجت وابحت حاجه ترى يدو حجنيس هوين يدي بحج وبحت ادنا وحاد شري هوين يس صفر ايضو وسن لسعون نن انقين وإني كتبت أنون وحال لغو قرار لغو قرار لغو دري في غزوة كذا وكذا دولان كيبال بحها يعيدا كدولة يا لغو دري ونكو قرانا يميشا يدا هو إني نتقت حج بيادة نبي الله محمد سمايا قال نبي انطلق أرد فحج مع امرأتك سلام هذا اللي حج كذا بطقو حج كورا متفق عليه لبدا الحديث يا حديث ربنا وبابك كتمت مسألة سيئات وقها الله يان إن هوين إذا أن الله قال إن سفر وحلا إلى هذا عرف قال له عين ليه رابي نصوم الرأي عرف دقن كمسلمين تقال له عين وح سفر لا إلى هذا إن هوين أسفر كرين أيضا أسن لسعون النمان قين هي حديث وقها الله يوقف ربضا علوة مرك آد بمسألة وقها الله ومسألة لبضا دمر كمسلمات كما أنت دوني تشكر آد ورفاتين سعودالك يتنقلات كما بطي إيه ماشي الله صبرنا خرش العقبة الله يسكربا قواردي إنا يسرد ملك حن مناتو وضل أي جوكتو أما مقالة جوكتو محرم انت كيري سنة مددير كوقات محرم كاردو تيجي إيا العق يا سفر يا بكت ما يلقى ربا الله غيابا وليس أبدا باجرا عديتها مركا دور بسرانا تلماما إنا انت إنا كتاقين بابك مثل انت أبي يقودن بيس وبيقودن بيقودن بخيروي حج كسفر سفر كحج كي عمر ذا هي سفر الهجرة ولا قصور ربا أحاديثا نهي كذا ولا قصور ربيا معايا العلماء يكون إجماعين هوني مسلم ذا هذا يدل قال كو إسلام تو قال بياهي ودم بيتوك تقال إليين دين كإسلام كيسوق شيء حرية دي أمن دينيتنا ما هشو عليس يا خطر بين لك ولانتي ويهجرون كرتا بدون محرم باتفاق المسلمين. قولنا أيضا ويهجرون كرتا تطبق قرار بس كمر كرتا إلى أي كتجيسو ضل إسلام وينفت هذه الدين كذا أجو آمن نقطه وأنا مسألة إجماعية نهي أحاديث أنا وعلى قصو الربيع قد يدرس كصاب سن هجرة قولنا مسلمة دا إكسو يهجرون إذا بلد قالوا ويخطر قدر ينتهي هذا إذا بلد إسلام أمانيه دين أي كفي ليسو تو اسلفانا الى تاي وحاسوها دي او كلا او لمدا هوين ايدا خطر ايدون هجرونين ميش جوقتي خطر او عبستي نفتي مال كيدي دين كيدي ان خطر لو غليو محرم نويدي مركا وعرري كرتا نوري با نفت لو كينو دين كيدي نفتي مال كيدي اي كنا بتغلي ويدي غارسيه بمباس الى وقت كنا بتغلي سا وي سفري كرتا بدون محرم مركا ايدا هذا محرم يا شنو واخير حج كواجبك اي عمره واجبده ايدونا وحلو بدن ان لو شردين محرم ان لو شردين شافعي اساسا كنتين مالكيين اساسا كنتين او زعبا سدا كنتين واسدا لو بدن حنابلده اي حنفيه ادس كو دبا او كدغ محرم كشرطي إيه انت وحا اي دهر نصوصا بنان كذا طالع عط إيو معناها نصوص تأيا حجوا ولا قرآن صدا أو حق عيد الأورنجر موحار لازم اتباع الألفاظ مسوى حال حواجب مراعاة المعاني وحلا إذا ما يشوف كجرا وإذا دو حي قرآن صدا ينو حجوا إيش كم بدن شافعي أو بدن أبو بكر القفالة الشاشي وكمدي هاي أبو الحسن الرياني وكمدي أبو المحاسن أبو المحاسن الروياني كمدي هاي جماعة من الشافعية بل الشافعي بل لقصه قورية وحيلين شافعي أيها أنا قصة حمد أم ملايني
وحي ليهين أحاديثا وحي قصة والحديث على أصله هي أمن ويقص ليس أنت قضيته وحو النبي قدي دي هاي دمر واهلي بسل أمن وحلق والي قبر مسلمة وكل يتسفرتين وابايلة روايه ودوين كفرديه إيه موريانتي عربيت إنما أنا لك عبسين بابطنا جاهلية بأولي دويت خطر بكترته وهيلي بسل أحاديث السيدة صلى الله عليه وسلم هذي حالات أمني أو حنجرته أو يدمرك خطر قليا هذي حالات أمني إسبادشو وقبلها مسلمات كالسفر قدوا أدب كلك الميني أو وضضوا النبطاي ومقال الأسعاء النبطاي ويتكتك النبطاي وحمحرم الله ما شرديه لو ما نباهنه لا في عمرة ولا في حج ولا في سفر تجارة أي سعودال كستا ويسفر كران وشرط السلامة والأمن شرط هو سلامة ينبت قلية أمان بشرطها هذه خطر جرت أم حق أمنك يبقى إله ضوضية ضيع عضانا حديثنا الغرغم على الفاضية هذه أمن جرنا مراعاة المعاني بان راعينا شافعي ذو رأي قبان بان إلى حق بان لماذا لبد دليل إلا إطلاقه وحال لازم اتباع الألفاظ نوا خطأ من حيث الأصول إلا إذا وحال لازم مراعاة المعاني في جميع المسائل وخطأ معناها الدليل وحوجين أيو أيا وناكسين لتعقل أيو معناها الشافعي ذو الشيئين الدليل حوجين يساجر تمالك يبضن حد أيك محاكم إذا حديث كيف صحيح البخاري باكم إذا والنبي يقول عليه الصلاة والسلام وحادعي الدون توض أركي الدون تأدون كنتون نبض نوقضو إنا يقبر مسلمة حيرة كسو حجدو حيرة وعراق ضرف كذلك إنا حيرة كسو بحضو أيضو أسعو تبيت كإلهي وكل قيدة ونكبقينين وحان كان رواء أي حين توقبقيسو حكاية حال كان نبي قول شيقي أصالة حكاية الحكم لقما قاتي وقوعن بيتوستاي لكن مركي في سياق المدح مدح والامتنان أي كتماد ودليل شرعية ودليل شرعية نبينا قصده وحوشي إن في سياق المدح والامتنان إن إسلامك فافي دونه ديما كأت كان دونه دونك النبضين دونه إلى قبلها مسلمات كلي أي صفراء إذا نبي وحوشي أمنها الدين له قبلها مسلمات كان صفر كران كلي قد ميادي فانتي شافعية مركب معها إن النصوص خلاف بيانه معنى الدقيقة وإذا فهم كرين بدو كورونا رب حينين بي قران سدي وحادير وكحوجينية في الصحيحين أمهات المؤمنين باحجيي في خلافة سيدنا عمر أيوه وحما حرم الله سعوني يقول الصقالة أما سيدي دي حجيين سيدنا عمر بانا فصحوا أرضي حجيين يري رقي مركو أديقها يوحا كم عبد الرحمن عوف با كمدها عثمان بن عفان با كمدها صحابة ورن با جوكتي وعمر كو خلافي مجرو عمر با إدمي صحابة ورن با كراعي هو يمكن بحجي بدوني محرم لماذا ها لوجود الأمن ده قال قادة لوجود الأمن خلافة سيدنا معاوية هي يقوى هدنا سيدنا حجيين مغيرة بن شعبة ميلو جوغي كبحين عيدا بقدره واحد جيين صحابة هوشا وحكو خلافين مجرو مرده إن صحابة داسي كل وضوحي خلاف النصوص تن مايا فهم كصحابة يفق قوده يا قصة يا حالة النبي وكور رمي قبض حيرة كسو حجنيسي بيت كلاه يتجيسي يا حديث كواكل الدوين حديث وحيكها لين أحاديث النهي وحي خاصة قطاي في حالة الخوف لحرمات المسلمات مرك الله بقيه عرض جاي حرمات كمسلمات هذا هو شو أمان تاي وان عبسي بدن جرين إلا نادرا وحاشقين يفقوا صحابته يا قبل كسو حجنا يسي حيرة ولذلك الشافعي وحيده وإما بشافعي أمك حتى كعدي قبل المسلمات ويحجي كرتا وعمري سن كرتا بدون محرم المحرم الآن هذا لا صعوته جماعة مسلمة أو فربضا ركبضا أو آمن أخيارا أما دمر فربضا بقو سعودا أما دمر فربضا بأيكو سعودا
وذات مالك وحي يريد ونمي وخلب كفانتين سفر كلاغه الله وا سفر كدور روحي صدح روحه جماعه بدن او بقول يا كنتون يا سيديتن يا افرتن روح دي لا هي وا بلد غور هي بور سفر بما قبلنا وي حجي كرام وين سكون كرام بور اجنسياش رحلات تدواتن سيديتن بقول روح با سفريس حارس جوجيدا قبلها مسلمات كان مانت الدنيا كنول بدون محرم بين سفر كر على اصولنا الشافعيه لوجوده الامن غالبا walaalkeed iyo ninkeed iyo abtigeed ba baabuur ku qaaday airport ka saaray diyaarad go diyaarada lagu kufsanay gabadha airport kale laga dejin hotel bay degan nabad soo noqotay culayska laga daayo gabdhaha muslimaadka ahadiisana loo fahmay si u fahmeen ashaabu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam wabillahi tawfiq.